نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية. تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت هذه الأنباء، مشددة على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحق له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفا شهريا، وذلك بسعر 5 قروش للرغيف دون أي انتقاص.